إذن مشاهدينا الكرام إلى سوريا، حيث دخلت إلى شمالي إدلب أول قافلة مساعدات أممية اليوم الخميس، مكونة من 6 شاحنات تحمل مواد غذائية ومواد تنظيف عبر معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا. كذلك نتابع معا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو لعملية من عمليات الإنقاذ، من آلاف عمليات الإنقاذ من الشمال السوري بإنقاذ أطفال من تحت الأنقاض وسط تكبيرات تبعث على الأمل. نتابع.